أول ما تعذبت تعذبت بالقراءة. تعذبت تعذبت بالقراءة. أول مرة نوريكم اللي تراس حتى بون في وزارة داخل في اللجنة ما وريتها لكم شو ما وريتها لا ما وريتهاش لأهلي خاطر تم حاجات راه واحد ما يدش معناها يحط لك الخيوط ويحرقك بالكورون. وبدت معناها القضايا وبدت الأسئلة بون من الكورون بعتلي باي نحكي لكم نحكي لكم 19 يوم اللي قعدتهم في وزارة الداخلية 19 يوم معناها اصباح كورون وبعتالي يعلقك ثلاثة أربعة سوايع معلق من يديك معناها ليل برشخ وهي نجرباها ليل الجسم يموت الجسم يموت يقعد كان العيون يتحركوا معناها بعتالي وباش يعلقونا راه يعلقونا بالشنقال اللي يهزوا فيه في الليموتير نتاع الكرهب عاملين سلسله ويطلع ويهبط الراجل تقعد بثلاثه سوايع راهو شو الاحساس بتاعك الكل تفقده بعتالي تعدى حشاكم معناها يقلبكم يقلب معناها كنت معلق من يديك يولي يعلقك من ساقيك ساعات على ساعات حشاك يعمل لك بانو معبي بالبول يعمل لك لاسيت ويهددك يقول لك تو نهبطك نسلخك سلخان مانيش باش نحكي لكم على عدد الكف اللي كليته خاطر لا يحسب وحاجات عاديه معناها كف ولا ضرب الركل بالرجل ولا حاجة عادية ماهيش ما كانوا نقول لكم أقسم بالله العظيم يمكن كليت مليون كف مليون الروتين هيك ما نحكوش عليها الروتين هيك يبدأ خطر التعذيب متاع التعليق ومتاع ومتاع الكورون وكل شيء هكا لوطا في الكاف في الكاف مش اللي نرقدوا فيه الوتيل الكاف اللي الاخر اللي تحت الدروج اللي بيوت بيوت كل بيت ونوعيه التعذيب نتاعها معناها اللي تخش تلقى بيت تلقى فيها الشنقال بيت تلقى فيها طاوله طويله عريضه انواع اللي ما تراك الكل عليها وكيفاش معناها باش يتفنن فيك وكيفاش باش يغرقك وعينك تشبح يحط على بون يكتف اليدين وبنغرقك يقول لي في مش في شبر مي معناها في ملي مير المي تتمنى الموت وما تشبحهاش نبدا ندعي يا ربي يا ربي ان شاء الله نموت يقول لك لا انت بتجي تموت واني ما خليكش نعذبك يا ربي خليني نموت مستحيل يهددك بالفاحشة يعري يروح عليك بون انت مكتف اليدين راهو وعريان راهو هذا كل يوم راهو على فكرة 19 يوم كل يوم كل يوم